لوما على الارض في المغرب، والمغرب حقيقه كمان شعب جميل جدا. الحقيقه البلاد العربيه كلها الحقيقه الواحد لما بيروح بيسعد بالاستقبال من الحب من انا في المغرب رحت كنت بعمل حفلات لصالح صندوق دعم القدس، والحفلات دي لمت 2 مليون دولار، كانت تحت اشراف جلاله الملك الحسن. كنت اول مره اروح المغرب الحقيقه، اول ما حطيت رجلي على المسرح لقيت عاصفة من التصفيق مدة طويلة، وكل الناس راحت مولعة الولاعات بعد كده. عادل عادل او او عادل، انا الدمعة فرت من عينيا ساعتها. وسليتم وادخلتم عليه الفرح والسرور، وباسم الفنانين كلهم يسرني ان مقلدة وسام الكفاءة الفكرية راجين من ان تحمله بكامل الصحة والعافية والنجاح. ربنا نحن نعلم كمان ان جلالة الملك كان رائدا من رواد السلام قبل ان تتحرك عقد السلام في هذه الايام، ونعلم تماما مدى وطنية جلالة الملك الحسن، ونعلم كمان مدى الثقافة العالية والحس